في هذا الصباح اللي بنلتقي فيه معاكم كل يوم من الثامنة وحتى العاشرة، وفاضل أيام قليلة وينتهي هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، أعاذ الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. صباح الخير يا هبة. صباح الخير يا نجلاء، صباح الخير لكل مشاهدي قناة النيل للأخبار ومن يتابع هذا الصباح. اليوم سيكون معنا عدد من الأخبار وسيكون أيضا معنا عدد من الحوارات المختلفة التي بتلقي الضوء على الأحداث التي بتشهدها مصر وأصدائها، سواء على الساحة الداخلية أو حتى على الساحة الخارجية. لكن دعونا نبدأ بأولى عناوين الأخبار. منصور يستعرض مع نائب وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأوروبي تطورات الأوضاع في مصر. الداخلية تقول إن معتصمي رابعة والنهضة يتعرضون لحالة من الخطف الذهني وتدعوهم إلى مغادرة الميدانين حقنا للدماء. استنفار أمني في العريش لملاحقة عناصر إرهابية هاجمت مواقع أمنية فجر اليوم. مشاهدينا، دي كانت عناوين الاخبار، ونتعرف على المزيد من تفاصيل هذه الاخبار مع زميل ايمن السيد. صباح الخير يا ايمن. صباح الخير يا نجلاء، وشكرا لك ولزميله هبه حسين، ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام لموجز لاهم واخر الانباء. اكد الفريق اول عبد الفتاح السيسي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحه ان الفرصه متاحه لحل الازمه في البلاد سلميا، شريطه الالتزام بخارطه الطريق التي اعلن عنها في اعقاب ثوره 30 من يونيو. وشدد الفريق السيسي خلال لقائه بعض ممثلي التيارات الاسلاميه ان رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء هما من يقومان باداره شؤون البلاد، وان القوات المسلحه تقدر جميع الجهود المبذوله من اجل فض الاعتصامات بالطرق السلميه. واوضح المتحدث العسكري العقيد احمد محمد علي ان السيسي اكد خلال اللقاء على ضروره نبذ العنف وعدم تعطيل مرافق الدوله او تخريب المنشات العامه او التاثير على مصالح المواطنين. يلتقي اليوم نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز كلا من رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي والنائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق الأول عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته للقاهرة. كان بيرنز قد أجرى أمس محادثات مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينيو ليون. كما التقى بيرنز خلال هذه الزيارة كل من الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية ونبيل فهمي وزير الخارجية، بالإضافة إلى وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية. غدا اللقاء أكدت جماعة الإخوان المسلمين إصرارها على مطلبها بعودة الرئيس المعزول إلى السلطة. من جانبه أكد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية أنه لعودة إلى الوراء، مشيرا إلى أن ما حدث في 30 من يونيو ليس ثورة جديدة ولكنه تصحيح لثورة 25 من يناير. وأضاف البرادعي في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة أنه لا يوجد أحد حاليا في الخارج يتحدث عن أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، بل هناك اعترافات دولية بأن مصر تعيش مرحلة انتقالية جديدة. وقال البرادعي إن تصريحاته بشأن الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي تم تحريفها من مضمونها وتم ترجمتها بالخطأ، نافيا أن تكون الحكومة المصرية قد عرضت إطلاق سراح محمد مرسي مقابل فض الاعتصامات، حيث أكد أن الإفراج عن مرسي أو غيره أو استمرار احتجازهم متروك للقضاء. جددت وزارة الداخلية دعوتها للمعتصمين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بفض الاعتصام. وأكدت الوزارة أنها حريصة على حرمة الدم المصري وسلامة الموجودين في رابعة والنهضة، متعهدة بعدم ملاحقاتهم قانونيا إلا ما ثبت تورطه في أعمال خارجة عن القانون. كما اتهمت الوزارة قيادات الإخوان بتزويد المعتصمين بأخبار مغلوطة واستخدامهم في أعمال عنف فقط من أجل التفاوض والحصول على مكاسب شخصية، مؤكدة أن معتصمي رابعة والنهضة يتعرضون لما وصفته بحالة خطف ذهني من قبل قيادات الإخوان. في المقابل، رفض المعتصمون في ميدان رابعة العدوية بيان وزارة الداخلية مؤكدين استمرارهم في الاعتصام،
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى مظاهرات جديدة اليوم بمناسبة ليلة القدر. وندد التحالف بما جرى من أحداث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي الجمعة قائلا إن الشرطة هي التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين. قال اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون في شبه جزيرة سيناء. وكان وصفي خلال اجتماعه وكبار قادة الجيش الثاني بوفد شبابي من مدن محافظة شمال سيناء أكد أن أهالي سيناء خط أحمر وغير مسموح بالمساس بأمنهم وسلامتهم. على الجانب الآخر أكد شباب سيناء دعمهم الكامل لجهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب مشددين على أن الجيش المصري جيش وطني ويعمل من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. يتم الموجز وأعود مع حضراتكم إلى زميلتي نجلاء الجعفري وهبة حسين لمتابعة هذا الصباح. إليكم. شكرا ليك أيمن. ومشاهدينا نبدأ معاكم أول أخبارنا بعد موجز الأنباء. الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أكد أن قرار الحكومة الصادر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم الأربعاء الماضي واضح بما يخص تكليف وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب والعنف في إطار أحكام الدستور والقانون. رئيس الوزراء أيضا أضاف في تصريح له مساء أمس أن الأجهزة الأمنية المنوط بها تنفيذ قرار مجلس الوزراء تقوم بعمل مستمر ومتواصل لسرعة تقدير كافة أبعاد الموقف ودراسة الأمر من جميع جوانبه حتى تضمن أقصى درجات النجاح في تنفيذ قرار المجلس بما يحافظ على أرواح المواطنين وأيضا يتجنب ترويع الأبرياء ويحقق في ذات الوقت اعتبارات الأمن القومي للبلاد. ودورها منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني علقت مبادرتها بالخروج السلمي للمعتصمين في منطقتي ربع العدوية والنهضة نظرا للإجراءات التصعيدية التي يقوم بها المعتصمون في محيط المنطقتين. وقالت إن في بيان رسمي لها أنها تعلق هذه المبادرة وأن البديل لهذا الحل لفض الاعتصام أن يكون مع الداخلية. المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تقدمت بمبادرة بهدف إيجاد حل بديل عن التدخل السلمي لفض الاعتصام بالقوة لكنها علقتها هذه المرة. أشار البيان إلى أن المبادرة تضمنت العمل على نقل آراء وأفكار المعتصمين إلى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان للخروج من الأزمة ونقل مخاوفهم من التعامل بقوة مع المعتصمين. الأحزاب السياسية والقوى الثورية في محافظة القليوبية طلبت بفض الاعتصامين الموجودين في ميداني ربيع العدوية والنهضة في الجيزة وده طبعا للحفاظ على الأمن وسلامة كافة المصريين في هذا البلد. هذه القوى الثورية أكدت في بيان لها مساء أمس أن سلامة المصريين بكافة انتماءاتهم والحفاظ على أرواحهم ودمائهم هي مسؤولية القائمين على أمر هذا البلد وحقوق التظاهر والأحزاب والاعتصام السلمي مكفولة لكافة المواطنين. ما زلنا مع الأصداء المختلفة لفض اعتصام ربع العدوية والنهضة. هذا التفويض الذي خرج من مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بشكل مباشر ووزارة الداخلية بدورها تقوم بعمليات تدريجية لفض هذا الاعتصام بدأت في بيانها وأعلنته بالأمس بأن المعتصمين لهم الحماية الكاملة وعدم التتبع إلا من ثبت تورطه في عدد من الجرائم. هذه المرة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر قالت للشعب
الشعب المصري أو تناشد كافة أطراف الشعب المصري أن يجتمعوا على كلمة سواء، خصوصا خلال هذا الشهر الكريم والأيام المباركة اللي بنعيشها، ونبذ العنف بكل أشكاله ووسائله. أكدت الرابطة في بيان لها على حرمة إراقة الدماء المصرية من أي طرف كان ولأي سبب كان، موضحة أنه لا ينبغي لمجتمع مسلم كالمجتمع المصري أن يقتتل أبناؤه وتراق دماؤه من أجل نزاعات سياسية. المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت على لسان أمينها العام الأستاذة علاء شلبي أن تدخل الجيش في 3 يوليو الماضي كان ضروري لمنع حرب أهلية لا يمكن تقدير مدى هذه الحرب زمنيا وجغرافيا. ده كان خلال المقابلة اللي جرت أمس بين الأمين العام للمنظمة ووفد لجنة حكماء إفريقيا. أعرب خلاله علاء شلبي الأمين العام المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن الثقة في غالبية الشخصيات اللي بتضمها الوزارة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. أكد شلبي أيضا في تصريحاته أن اللقاء جاء في إطار وقوف الوفد الإفريقي على حقائق التطورات الجارية في مصر اتصالا بثورة 30 يونيو 2013. المقابلة كانت تلبية لدعوة الوفد الإفريقي رفيع المستوى للقاء الأمين العام للمنظمة في مقر الاتحاد الإفريقي. استخدام الأطفال في المظاهرات وفي الاعتصامات في ربعة أو النهضة أثار الكثير من الجدل والانتقاد والاشمئزاز في نفس الوقت. هؤلاء الأطفال الذين ارتدوا أكفان وبدأوا يتحدثون بلافتات لا يفهمون ما كتب عليها من شعارات أو حتى من عبارات تنادي إلى العنف أو القتال. الحقيقة أن منظمات وهيئات حقوقية انتقدت هذه الفكرة وتوظيف الأطفال في مثل هذا الشأن لما له من آثار ليس فقط على القيم الإنسانية للطفل في تنشئته الأولى، ولكن أيضا لما له من آثار اجتماعية ونفسية على هؤلاء الأطفال. كل هذه الأمور رفضها بالطبع المواطن العادي وأثارت نوع من الدهشة الشديدة في الأيام الماضية. انتقادات واسعة توجهها منظمات حقوقية لمسألة إشراك الأطفال في المظاهرات على اعتبار أن هذا الإجراء يخالف المواثيق والأعراف الدولية. تصدر بعض الأطفال المشهد السياسي في ظاهرة غريبة على المجتمع المصري بالمشاركة المؤلمة في اعتصام ربعة والنهضة وغيره من الأماكن على أرض مصرنا الحبيبة، بالمخالفة لكافة الأديان السماوية والأعراف والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية وكافة حقوق الإنسان. الأمر نفسه يؤكد عليه قطاع كبير من العاملين في مجال حقوق الطفل والذين يرفضون تماما فكرة تصدير الأطفال في واجهة المظاهرات أو استخدامهم كدروع بشرية على حد تعبيرهم. تصدير الأطفال في المشهد كدروع بشرية واحدة من أخطر الانتهاكات اللي بتنتهك الحق الأول في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، الحق في الحياة، لأنهم قد يعرضوا الأطفال للمواجهات في الخطوط الأولى، وده اللي احنا بنرفضه حتى أثناء فض الاعتصام. الكلمة نفسها وإن كان بشكل أكثر بساطة يؤكد عليها المواطن العادي في الشارع والذي يرى ضررا على الأطفال إذا ما شاركوا في المظاهرات. هذا يؤثر بشكل سلبي عليهم من ناحية أخلاقية والسلوكية ويجرح مشاعرهم ويجعل منهم يضرون بالمجتمع المصري عندما يكبرون. ورفضوا عن رأي الشخصي علشان خاطر مثلا لو حصل مثلا كصدام مثلا مع الشرطة والكلام ده كله ما يبقاش فيه مشاكل بالنسبة للأطفال. مختلف سياسيا مع بعض الأطفال من هذه الدعوة، طال ليهم حياتهم يعيشوها. الناس اللي هم في ايدهم الكرسي الحكم وفي ايدهم السلطة وفي ايدهم القرار، يعني في خلاف بيننا وبين بعض السياسي، ما ينفعش الأطفال تبقى مطحونة في الموضوع ده يعني. وأعربت عدة هيئات حقوقية مصرية عن رفضها التام لمسألة مشاركة الأطفال في أي مظاهرات، لسيما وإن كان مثل هذا الإجراء قد يعرض حياتهم لأي مخاطر على صحتهم الجسدية أو حتى النفسية. محمود الصياد، النيل.
المتحدث الإعلامي باسم اتحاد النقابات العمالية المستقلة في محافظة السويس محمد زكريا صرح بأنه تم تنظيم حملة عمالية بجميع المحافظات تحت اسم نفذ يا نظام. هذه الحملة بتهدف إلى توصيل مطالب كافة العاملين إلى الحكومة الانتقالية المؤقتة لتلبية مطالبهم، وأكد أن الحملة سوف تبدأ في الاستماع إلى مطالب العاملين لعرضها على الحكومة بتوقيعات من هؤلاء العاملين على مستوى الجمهورية. زكريا قال أيضا أن مطالب الحملة إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين، خاصة المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فوري لقانون الحريات النقابية والحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتناسب مع الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات. طيب بشكل عام هذا ما يخص الشق الصناعي او الشق العمالي، والحديث بالحديث يذكر لجنة تعديل الدستور دخلت الاسبوع الثالث وانتهت من مناقشة الاقتراحات التي وصلت لها سواء من الافراد او من الفئات داخل المجتمع المصري وحتى من الاحزاب السياسية. مفروض ان اللجنة تكون عدلت عدد من المواد المختلف عليها، وهيتم عرضها على لجنة مكونة من 50 من الخبراء. الاقتراحات الواردة إلى اللجنة بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الإلكتروني والبريد العادي والفاكس، حوالي منها تقريبا 3000 اقتراح عبر البريد الإلكتروني والبقية عبر الوسائل المختلفة. مواد الدستور المعلق تبلغ 236 مادة، وده اللي تم مناقشته من خلال اللجنة، واجتماعاتها دايما بتكون حريصة ان هي تكون بعيدة عن وسائل الإعلام داخل مجلس الشورى والاكتفاء بتصريحات مقتضبة عن أعمالها منذ بداية العمل الخاص بها من 21 مايو الماضي، واللي هتستمر في أداء مهمتها لحوالي شهر من خلال هذه التعديلات ومراجعتها مرة أخرى. ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، بيحرص الكثير منا على سنة الاعتكاف في المساجد أو الاعتكاف في البيوت. دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نفى تدخل أي جهة أمنية أو غيرها لمنع الاعتكاف في المساجد التابعة للوزارة خلال هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، وأكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة وأنه لم يبلغ شخص بأن هناك أي جهة تدخلت في منع أي اعتكاف في أي مسجد. أوضح وزير الأوقاف أيضا في أول مؤتمر صحفي له أمس أن الوزارة تلقت موافقة 3688 مسجد على إقامة شعيرة الاعتكاف وفق الظروف التي طرحتها الوزارة بأن يكون المسجد مناسبا صحيا وعلى مسؤولية الإمام وفق الضوابط الشرعية للدين الإسلامي الحنيف. الحقيقة أن عالم الاختراعات بعيدا عن مصر حتى هذه اللحظة بيكون في دول بعينها منها بالطبع اليابان. نخرج بيكو إلى عالم الفضاء الخارجي اللي تحدثت فيه اليابان هذه المرة عن روبوت فضاء يقوم بأعمال خاصة في هذا الفضاء. مهمة الروبوت بتتلخص في إجراء التجارب زي ما قلنا في الفضاء الخارجي من خلال استلامه تعليمات محددة من مقر وكالة اليابان للاستكشاف الفضائي على الأرض. الحقيقة اليابان من الدول الأساسي تقدمها في عالم الإلكترونيات والإنسان الآلي بمهامه المختلفة. إنسان آلي يقوم بأعمال في المنزل، يقوم بأعمال التمريض، هذه المرة يقوم بأعمال في الفضاء والتحكم فيه عن بعد.
طبعا مش غريبة على اليابان وأيضا مش غريبة على الصين اللي بيقدمونا كل يوم ما هو جديد في عالم الاختراعات والابتكارات. الصين نظمت احتفالية بمناسبة وضع الدعامة الحديدية الأخيرة لأعلى طابق في أطول مبنى في العالم وذلك في العاصمة الاقتصادية شنغهاي. افتتاح البرج الرسمي هيكون العام القادم إن شاء الله. بيضم هذا البرج فندق فاخر ومساحات إدارية بالإضافة إلى محلات تجارية. ارتفاع برج شنغهاي بيبلغ 632 متر وهو يعد ثاني أطول مبنى في العالم بعد برج خليفة في دبي اللي بيصل ارتفاعه إلى 830 متر. نرجع مرة تانية للشأن المصري من خلال التعليقات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات لعدد من الشخصيات سواء السياسية أو الشخصيات العامة. نبدأ من تغريدة الدكتور محمد البرادعي واللي قال فيها: أسبقيتي حث كافة الأطراف على نبذ العنف بكافة أشكاله للتوصل إلى توافق وطني يعبر بمصر إلى بر الأمان. أسأل الله التوفيق في وقف نزيف الدم المصري. دكتور حمدين صباحي كان لي تويتة على تويتر بيقول فيها: ما يجرى في سيناء إرهاب يروح ضحياته عشرات الشهداء وخيانة لأمننا القومي، وما يجرى في ربع والنهضة ظهير سياسي له. أما الإعلام الكبير حمدي أنديل قال في تغريدته الخاصة: يبدو أن السياسيين الذين خرجوا يفوضون السيسي في 26 يوليو لم يعودوا يتذكرون الآن بماذا فوضوا. معتز عبد الفتاح بيقول: الدستور يظن البعض أنه سيصنع التوافق المنشود، والحقيقة أن الدستور يعكس التوافق إن كان سائدا ويعكس الصراع إن كان سائدا. دي مشاهدينا كانت مجموعة من التويتات لبعض القادة والشخصيات السياسية المصرية. فاصل قصير ونعود إليكم لاستكمال هذا البرنامج حتى العشاء.